مسجد الشيخ راشد بن سعيد المكتوم طيب الله ثراه بني على نفقة سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية. طبعا المسجد هذا من المساجد الجميلة في إمارة دبي، يتسع ل4010 مصلين في مكان مخصص للنساء الطابق العلوي، مراويكم اياه بعد شويه اذا قدرت اطلع، بس صعب اني اطلع في مكان الحريم. لكن مثل ما انتم شايفين الزخرفه الجميله اللي موجوده في هذا المسجد، شوفوا هنا يجون ياخذون الصور التذكاريه طبعا في هذا المسجد الفخم. طبعا هو مبناي على الطراز الفاطمي. طيب مساحته الاجماليه 14255 متر مربع. ما نطلع بناخذ بعض الصور من برا. هذا هنا قسم الحريم الطابق الثاني. قبل لا نطلع قلنا نصور بس المحراب عن قرب. يعني شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني الزخرفة متعوب عليها بشكل كبير. أظن المهندس علي المزيود يتابعني، ممكن أو شارك في هذا المشروع، ممكن يعطينا معلومات أكثر بعد إذا شاف الستوري إن شاء الله. فإذا تسمعني علي الله يخليك، إذا عندك أي معلومات زيادة عن المسجد خبرني. خلنا نطلع برا معاكم الحين ما شاء الله تبارك الرحمن. جزاه الله خير سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يعني في ميزان حسناته، وإن شاء الله يا رب الله يتقبل منا هذا العمل اللي فيه بر للوالدين، سماه على اسم الله يرحمه ويغفر له باني دبي الشيخ راشد بن سعيد رحمة الله عليه. نشوف المسجد في قبة في النص كبيرة هاللي صورتها من الداخل، وأيضا في ثلاث قبب هني بصور لكم إياها بعد وأنا طالع من المسجد. أيضا في منارتين تقريبا ما بين 30 إلى 60 متر هذه المنارات، وهذا الفناء الخارجي للمسجد، وأيضا أيام العيد يصلون فيه الناس. الحين متوجه بس نشوف بعض الخدمات المرافقة للمسجد مثل ما أنتم شايفين. هذا مكان الوضوء هني، وأنتم بكرامة بعد أصور لكم الحمامات، يعني عشان بس تاخذون فكرة عن يعني جمالية هذا المكان. شوفوا ما شاء الله، شوفوا هذه المرافق الخاصة بالوضوء مكيفة ما شاء الله، الجو بارد يعني مو بتكييف عادي بعد. شايفين هاي الثلاث قبب زيادة مع عطت يعني جمالية لهذا المكان. وهني في حديقة خارجية. طبعا المسجد مكانه في منطقة زعبيل عند القصاتنة أو الميلس، عفوا ميلس شيوخ. وهذا هو تأسيس المسجد جامع الشيخ راشد بن سعيد المكتوم، أسس عام 56 في عهد الشيخ راشد، وأعيد بناءه في 79، ثم أعيد بناءه في 2011 في عهد صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وبأوامر من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. بحط لكم مجموعة فيديوهات طرش لي اياها المهندس علي المزيود مفيدة، ممكن تعطيكم فكرة أكثر عن مسجد الشيخ راشد. السلام عليكم أخوي محمود، بحاول أتكلم بسرعة من الزعبيل وأراويك بعض الصور الحلوة للمشروع في بداياته. طبعا هالصورة في مصلى النساء، وهو سقف من خشب أيضا مزخرف، ويتميز مصلى النساء بهذا الفن في زخرفة الخشب في السقف. هذا هاي صورة أخرى لمصلى النساء، وواضح أن العمق في حجم مصلى يتسع لتقريبا 700 مصلية. طبعا هالصورة أيضا توضح المحراب، وهاي بوابة على الطراز المملوكي
هي أحد الطرز الإسلامية، ويوجد أيضا في المحراب رخام خاص يعرف برخام الأونكس، اللي الضوء إذا كان من خلفه فيشع الرخام من هذا الضوء. في هذا الفيديو أحاول أرويك كيف قطع الرخام أو قطع الجبس يتم حتى بالموقع، وخاصة هذه التصاميم أو الزخارف مصممة للمسجد نفسه.